السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه المهارات اللي الذكاء الاصطناعي تفوق فيها واصبح بشكل خطر حتى الان؟ لما نيجي نبص كده بنلاقي اهم مهارات الذكاء الاصطناعي تفوق فيها موضوع الكتابة، ان انت بتعتمد عليه في ان هو يكتب لك تقارير معينة، يكتب لك مقالات اخبارية، اي محتوى انت بتفكر فيه، بيعمل اقتراحات، بيقدم افكار، طبعا زي مثلا شات جي بي تي، وفي برامج كتير جدا اغلب البرامج اصلا معتمدة على شات جي بي تي، لكن هو موضوع الكتابة أثبت الذكاء الاصطناعي قدرته فيه. الحاجة التانية التصميم، زي مثلا الميدجورني وحاجات تانية برضو أثبتت إنها تقدر تعمل صور بشكل قوي جدا، وحتى الفوتوشوب بدأ يحط تولز معتمدة على الذكاء الاصطناعي. فالتصميم كان الناس بتقول لا إن الذكاء الاصطناعي مش هيقدر يدخل فيه، لكن هو فعلا أثبت نفسه فيه. طيب تالت حاجة إدخال البيانات، كان في ناس متخصصين في إدخال البيانات، لكن التعلم الآلي في خوارزميات كتيرة بتخليها تلتقط البيانات وتنظمها بشكل أقوى بكتير، وفي كذا تقنية زي فكرة الـ OCR Optical Character Reader اللي هو التعرف الضوئي على الأحرف، تحول صورة فيها كلام، تعرف إيه الكلام اللي مكتوب دوت وتحوله لبيانات رقمية، وده بيقلل الأخطاء اليدوية وبيوفر الوقت. طيب بعد كده بنلاقي تحليل البيانات، لو عندك كمية كبيرة جدا من البيانات هو بيقدر يحدد أنماط ممكن ما نكونش احنا واخدين بالنا منها، فهو بيقدر يحدد ده خلي بالك ده يوم الثلاثة الساعة 6 بيحصل مثلا زحمة في المكان الفلاني، فدي من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نخلي بالناها. الذكاء الصناعي بيطلع على كل البيانات ويحللها ويكتشف النمط اللي موجود فيها. بعد كده انتاج الفيديو، يعني في كذا موقع بيقدر ان هو يعمل لك فيديو يقدر يعدل فيه، يقدر ان هو يشيل لك مثلا حاجه موجوده في الفيديو، في عربيه مثلا معانا عايز ان انت تشيلها وهي موجوده في الفيديو مش صوره واحده، فبرضو اثبت القوه بتاعته. زي موقع ران وي ام ال من ضمن المواقع اللي بتعمل مونتاج للفيديو في ثواني. طيب بس برضو لازم نخلي بالنا من تحذير معين، ما نعتمدش على الذكاء الاصطناعي بشكل يعني اعتماد تام، لان ممكن في اي لحظه من اللحظات يجي فيروس للكمبيوتر، حد يعمل فيروس للكمبيوتر يوقف الحياه بتاعتنا، يعني لو احنا معتمدين عليه 100% ومره واحده وقف مش هنقدر نتصرف، فلازم يكون في اعتماد على الجهد البشري. فاحنا ممكن نستغل الذكاء الاصطناعي دوت في ان احنا نشوف ايه الامكانيات البشريه اللي بتهدر، ونحاول ان احنا نركز انها تستخدم في اشياء بتضيف قيمه حقيقيه، يعني نخلي الناس مثلا تتفرغ للبحث العلمي، تتفرغ للتطوير، تتفرغ لتحسين اداء المنشاه، ولو في مهمه يعني اوتوماتيك او ممكن تعملها اتمتة فممكن الذكاء الاصطناعي هو اللي يتولاها، يبقى في تعاون بين الذكاء الاصطناعي والبشر. يعني نقدر نقول العلاقه زي الطيار ووضع الطيران الالي، يعني ممكن الطياره تظبطها على وضع الطيران الالي وهي تطير ومش محتاجين الطيارين، لكن الطيار مهم بالذات في حالات الطوارئ، في حاله الهبوط، في حالات كتيره جدا لازم يكون في طيار. حتى الان ما فيش طياره معتمده على الطيار الالي 100% الا في حالات نادره جدا، وبيبقى في حد في القاعده هو اللي بيديرها، لما كنت طيارة حربية وحاجات زي كده ساعات بيبقى مركز طيران هو اللي بيديرها، لكن برضو لسه الطيار موجود، لكن فرق بدل ما كان في الطيارة بقى أصبح في المركز القيادة. فمش معنى كده إن إحنا نستغنى عن الطيارين، لكن هو بيساعد الطيار.